تك صباح الحلا وكل شي حلو لمتابعين وصفاتي المنظومه. اليوم بدنا نعمل اكله المبطن على طريقه الشيف ابو امير الله يسلمه، من بعده لا حدا يعمله. اكلناه عنده طالع معه شي نظم، على قد ما هدرنا له وشوقنا له انا والحجي، سيلنا شنق كبير ونحن طالعين استحينا اترى، بس بعدون اخذناه شي ما بتفوت. المهم بلا طولة سيري عليكم، أخذت منه الطريقة وقلت أعلمكم هي. هلا وقت أكله المبطن. بلزمنا ل15 زبدية، كليين حليب أو لترين حليب، مقدار فنجانين قهوة، رز قصير، 5 كاسات عصير برتقان، يعني تقريبا لتر وربع، بشرة برتقانتين، وهي كتير عطته طعمة طيبة. يعني منحط فوقهم 2 معلقة سكر ومنتركهم يحلحلوا على بعضهم. 5 ملاعق كورن فلور، لوقت ما حفظت الكورن فلور ما ضل حدا لحدا. يعني نشدرها، هذا موجود متوفر بالسوق واستعماله أهوى من النشا الأخضر. وأخيرا بلزمنا حوالي 1 كاسة سكر. نجي للطريقة، منغسل الرز كويس ومننقعه بمي سخنة شغلة ساعة وأكتر مع ليشي، منحط الحليب على النار وبس يبدأ يغلي منضيف الرز المنقوق ومنتركهم على نار خفيفة شغلة ساعة لبين تستوي الرزاي ويمسك المزيج. طبعا خلال السلق روحوا تاعوا حركوا مشان ما يرسي الرز ويعلق بقى بالطنجرة. ها هلا بالنسبة لتحلية الرز بحليب شغلة ذوق، يعني حطوا سكر بحسب رغبتكن. شيف ابو امير ما بحط سكر بالعاده للرز بحليب، بحلي المبطن، بحلي يعني البالوزه، يعني هي الشغله بتعود الكن وحسب ما بتحبوا. هلا خلصنا من طبخ الرز بحليب، بنسكبه بزبادي الكميه تقريبا نص الزبديه مشان يبقى لها موضع على بالوزه البرتقال تنحط فوقها، وبنترك الزبادي لحتى تبرد على السوا مشان ما يخلط، ما راسا تتلهوج وتسكبوها. نجي هلا للبالوزه، منحط عصير البرتقال طنجرة ومنحط فوقه نشا الدرة أو الكورن فلور على البارد، وأيضا منضيف كاسة السكر كمان على البارد ومنحرك كويس كويس لحتى يدوب السكر. منحط الخلطة على نار وسط ومنضل عم نحرك لحتى يغلي المزيج، وبصير على سماكة يعني قريبة لسماكة السحلب. منضيف بشرة البرتقال وموطي تحته النار ومنضل عم نحرك منحرك شغلة كم دقيقة مو أكترها، ومنطفي النار. نسكب البالوزة فوق زبادي الرز بحليب على مهل، وإذا زاد منا حطوها بزبادي لحالها كتير طيبة ومفيدة. وهيك صار مبطن هاير وبنهدى الملوك، كل الدراويش كمان ليش لا، إيش ناقصن؟ صحة وعوافي للجميع ويجعل أيامكم حلا على حلا إلهي. ما تنسوا تشجعوني على اليوتيوب وتكبسولي الزر هذا اللي بحكي عليه أبو عبدو.